نشرة عمون الإخبارية. الأردن يمنع دخول القادمين من دول جديدة ويغلق حدوداً ومعابر ولا تعطيل للمدارس. مصدر حكومي ينفي إصابة رئيس الوزراء الرزاز بفيروس كورونا. كشف اختلاس 300,000 دينار في الجامعة الأردنية وإحالة 13 موظفاً بينهم طبيب للمدعي العام. النواب يعقدون جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع فواتير الكهرباء الأحد. مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون إقليم البتراء. المحكمة الإدارية تلغي قراراً لرئيس الوزراء الرزاز. رئيس مجلس النواب الطراونة يؤكد معتقلو الكرك في أمن الدولة سيعودون لبيوتهم اليوم. وزير الخارجية صفدي: ليس الأردن من يبيع أرضه. كابتن كريم في إربد يحتجون ويهددون بالتصعيد. أردني بعمر 103 أعوام يحتفل بزواجه من أربعينية.